السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا كيفاش غادي نحيدوا الكود ايرور ديال لاسون 2. يعني كما كتعرفوا كل تيرموستا أو لا أنا في الشور عندنا دو سوند، واحدة ديال لومبيونس وأخرى ديال الفان دي جيفراج. هنا هاد التيرموستا حنا بغينا نديروها ديال ديكسيل، كما كنشوفوا ديكسيل، بغينا نديروها غير لافيشاج ديال واحد أنسوم سوند. إذا خصنا نلغيو هاد الكود ايرور ديال بي 2. كيفاش غنديروا الطريقه باش ما نضيعوش لا سوند، حيت حنا اصلا باغي نديرو غير لافيشاج. كما كتشوفوا لا سوند ديالنا ها هي راكبه لينا في ال 11 و 12 اللي هي ديال الروم. دونك حنا غادي نديرو واحد لا شانت ما بين لا سوند الاخرى ديال الايفابوراتور اللي هي 10 اي 9 باش ناليليو داك الكود. اذا غادي نديرو البرونشمون ونرجع لكم. اذا كيف ما كتشوفوا احنا قمنا بهاد لاشانت، درنا ان فيل ما بين ال 11 ما بين 10 و 9. كما كتشوفوا بان ما بقاش كتكليونطي، ما بقاش عندني بي 2، بقات عندي غير بي 1 ما افيشيا فيكس. نتمنى تكون في هذا الفيديو. الى اللقاء، ما تنساوش تابوناو وجيم باش تشجعونا باش نواصلوا. شكرا.